بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تمرين بسيط يعني ما ادري لا تشوف السنين يلعب الواحد واحد يهاجم الكرة يعمل دربل باتجاه خمسة يمرر الخمسة ويروح خلف خمسة مقابل القطرية يعني بالعكس يعطي الخمسة اللي مقابل إله ويروح الخمسة البعيد لأن زميله بنفس الوقت بده يؤدي الفعالية فيتبادلون المركز اثنين الواحد من يوصلون إلى الثلث الثالث يمررون الخمسة ويتقاطعون بركض كل واحد يروح خلف النائب المعاكس إله بسيط يعني انتهى شغلهم ذولي ما بقى شيء الواحد انتهى شغله الثنين من مرر الكرة إلى واحد ينطلق أسرع ما يمكن قبل ما واحد يعمل الدحرج ويروح يلعب مناولة مزدوجة مع المجهز المقابل لاحظ حركة اثنين لعب الباص وراح سريع مقابل اللاعب المجهز استلم بالوان تاتش تبادله الكرة ويرجع خلف مجموعة واحد انتهى شغل واحد واثنين بكل بساطة أبسط ما يكون الكرات طبعا ترجع إلى المجهزين الخمسة من استلموا من واحد يعيدوها إلى اثنين الآن اثنين لاعبين جدد من هناك إلى اثنين ومن هنا إلى أربعة ويروحوا خلفهم بس يروحوا خلفهم رجعت الكرة على اثنين واربعة تكرر الفعالية بسيط نعم سأضع بالمتحرك لكن شوف كم بسيط لكن كم من الحركات التي تؤدى فيه كثيرة إذا رأيت هذه الخطوط والأرقام وتقول هذا كلش معقد التمرين لكن هذا من أبسط التمارين من كرة القدم ومن أحسن تمارين الكومبينيشن المجربة فعليا يعني فالمساحات هي المنطقة الوسط كم تريد الدحرجة تريدها 15 يارده أو 20 يارده ضع وعندك هنا المنطقتين الجانبيتين يكون التمرين جيد جدا إذا وضعت 18 يارده و 18 يارده و 18 يارده ممتاز ممتاز زين فهذه التمارين بسيطة أخواني ومهمة وبها شيء من الفائدة لأن هي مركبة جدا مركبة فحاولوا أن يعني مو تقلدوها بقدر ما تبتكرون منها كثير فاللاعبين استداروا على المراكز يستمر التمرين كالساعة بالضبط كالساعة بس ما عندي أكثر من هذا الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.